بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. قال عطاء ابن أبي رباح: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وكل العبارات اللي بتأكد القيمة العلمية لأمنا السيدة عائشة بيأكدها كذلك الواقع، لأنه شاع علم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وانتشر فضلها وفاقت رضي الله عنها غيرها في علوم الفرائض وعلوم السنن والفقه والتفسير والأحكام والآداب في سائر فروع العلم. وروى عن أمنا السيدة عائشة خلق كثير من طبقات مختلفة، يعني طبقات الصحابة، وروى عنها في من عيلتها، في كذلك من التابعين اللي هي الطبقة اللي جت بعد الصحابة أو اللي عاصرت الصحابة، شافت الصحابة الكرام ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل دول خدوا من علم أمنا السيدة عائشة، وهي قضت حياتها اللي قاربت حوالي 70، قضت العمر ده كله بتروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتفتي في الدين. وده شيء طبيعي، لأن هي درجت في بيت النبوة، النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي صغيرة، وتوفي عنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي حوالي 18 سنة، فكانت هي من آخر أمهات المؤمنين وفاة رضي الله تعالى عنهن جميعا. وده ساعد أن الناس تستفيد من ده كتير، إنها قعدت معهم وقت طويل جدا، لأنه تيسر بده لكبار الصحابة وصغارهم وكبار التابعين وصغارهم إن هم يسمعوا العلم
من أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن هم كمان يفيد ويستفيد من علمها وفقهها. فربيبة بيت النبوة وزوج، فهي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ربيبة بيت النبوة، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقت العلم من حضرته مشافهة رضي الله عنها، وهيأها ربها لذلك، هيأها الله تعالى لهذه المكانة العلمية، لم تنجب رضي الله عنها لتتفرغ إلى ما أعدها الله تعالى له من وراثة العلم النبوي الشريف وتعليم الناس. إنها تعلمت من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعطيت منحها ربها من الذكاء الفطري وشدة وقوة الحفظ والفهم واستنباط الأحكام ما وهبت رضي الله تعالى عنها، وانطلقت بعد أن تعلمت تعلم، وشهد لها الناس بذلك، شهد لها من أهل العلم والفقه كثير. يعني مثلا أبو سلمة ابن عبد الرحمن، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بيقول: ما رأيت أحدا أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفقه في رأي إن احتيج إلى رأيه، ولا أعلم بآية فيما نزلت ولا فريضة من عائشة. طب أبو سلمة ده اللي بيشهد لأمنا السيدة عائشة هو مين؟ هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف تابعي، هو ابن الصحابي عبد الرحمن ابن عوف اللي هو أحد العشر المبشرين بالجنة. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف التابعي أحد كبار رواة الحديث النبوي الشريف، وهو واحد من وأحد فقهاء المدينة السبع من التابعين، والقاضي عليها من 48 هجرية لحد 54 هجرية. فأبو سلمة ليه مكانة علمية، والمكانة دي ممن تلقى عنهم العلم ستين عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني هو أخذ منها كثير من العلم، هو بيحكي أو هو بيحكي رضي الله تعالى عن المكانة العلمية لأمنا السيدة عائشة في رواية الحديث الشريف، في تعليم الصحابة الكرام، في تعليم الأمة كلها من الأحكام والآداب والتفسير والفقه وسائر الحديث الذي روته. فقد كانت أكثر نساء النبي رضي الله تعالى عنهن رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل مسألة رواية الحديث، ده يوقفنا عند النقطة مهمة جدا، إنه الزمن الأول ده زمن النبوة الشريف كان زمن تلقي للعلوم، مش المسلمين قعدوا في القرن الأول والثاني الهجري يألفوا الحديث وينسبوه للرسول زي ما المستشرقين من الغرب بيقولوا، واللي بيقولوا نفسهم فاهمين هم مش فاهمين حاجة بيقولوا عن نفسهم تنويريين برضو بيكرروا نفس كلام الغرب. من المستشرقين، مش كل المستشرقين، بعض المستشرقين اللي كانت ليهم أغراض وأهداف مش سليمة في تشويه أمر هذا الدين وتشويه إنه يعني اعتقدوا ذلك ولن يستطيعوا. لكن الفكرة إنه هذا الزمن الأول الشريف، زمن النبوة الكريم، كان كله زمن عطاء علمي شديد. هذا العطاء العلمي عمل مدارس وعمل طلبة، الطلبة دول بقوا أساتذة يعلمون العلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في مدرسة النبوة تخرج الكثيرين، تخرج منها الكثير والكثير من طلبة العلم اللي بعد كده أضحوا أهلا للعلم يعلموه، منهم أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. السلسلة دي وهذا الحفاظ ده على هذا النسق العلمي يترد بي على أمثال هؤلاء الذين جهلوا التاريخ وجهلوا السير وجهلوا التتبع الدقيق للعلوم والمعارف في علم السند وعلم المتن، علم الرواية وعلم الدراية كذلك، لأنه أنا بقدر أستنبط كتير من المعاني والأفهام في شكل إزاي الصحابة دول كانوا مهتمين لهذا الحد بأنهم يتلقوا الأنوار من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا الاهتمام كان استجابة للأوامر الربانية بضرورة أن يتلقوا ما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه هو القدوة الحية بينهم رضي الله تعالى عنهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أمنا السيدة عائشة روى عنها كثير،
يعني روى عن أم السيدة عن أمنا السيدة عائشة من الصحابة الكرام، روى سيدنا أبوها أبو بكر روى عن بنته، وده اللي برضه لمكانتها العلمية، روى عن أمنا السيدة عائشة سيدنا عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري، وجبنا روايات لأبو موسى الأشعري في ذلك، وعبد الله بن عباس والسائب بن يزيد وعمر بن العاص وزيد بن خالد الجهني وصفية بنت شيبة وغيرهم وغيرهم. دول احنا ضربنا بعض النماذج من الصحابة، وعلى رأسهم أبو السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، روى عنها ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوها أخذ منها رضي الله عنها، وروى عنها من آل بيتها عروة ابن الزبير، ده ابن أخت ابن أختها ستنا أسماء، يعني ستنا عائشة تبقى خالة عروة ابن الزبير، ده ابن أختها ستنا أسماء، وروى عنها ابن أخوها وهو حفيد سيدنا أبو بكر القاسم ابن محمد ابن أبي بكر ابن أخيها، وأختها أم كلثوم روت عنها، وأخوها كمان من الرضاعة عوف بن الحارث، وابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير روى عنها، وحفيدة كمان ستنا أسماء عباد وحبيب، دول ولد عبد الله بن الزبير، وبنت أختها أم كلثوم، بنت أختها أم كلثوم ليها بنت أخت اللي هي اسمها عائشة بنت طلحة، غيرهم كتير من آل بيتها برضو اللي روى عن أمنا السيدة عائشة. شوف المستويات اللي أخذت منها العلم وتعددهم وكثرة هؤلاء. إذن كان هناك وراثة، كان هناك علم نبوي شريف، كان هناك رواية للحديث، روايات للحديث بقى في مختلف أبواب العلم حملتها وتلقتها أم المؤمنين السيدة عائشة، وعلمت الصحابة الكرام وعلمت أهل بيتها كذلك، والموالي كمان اللي كانوا بيخدموها ويساعدوها في أمور بيتها زي أشهر ذكوان وأبو يونس وفروخ، دول اللي رووا من التابعين حتى اللي بيشتغلوا عندها في البيت من المجموعة اللي خدمت السيدة عائشة من مواليها، يعني خدمها اللي كانوا بيساعدوها. ومن اللي روى عنها من التابعين، طبقة بقى التابعين، وقلنا قبل كده التابعي هو الذي رأى الصحابي ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على إسلامه ومات على إسلامه. من التابعين لو تفتكروا كنا جبنا رواية عن مسروق ابن الأجدع، كان ممن روى عن أمنا السيدة عائشة، وكان ملازم لطلب العلم من السيدة عائشة، وكان في الأسود ابن يزيد النخعي وسعيد ابن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه، والشعبي ومجاهد وعطاء وعكرمة وعمرة بنت عبد الرحمن ومعادة العدوية وخيرة أم الحسن البصري. شوفوا الحسن البصري وإمامة الحسن البصري في العلم. خيرة كانت أصلا من موالي السيدة أم سلمة اللي هي تاني واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهن، تاني واحدة في رواية الحديث بعد أمنا السيدة عائشة. ستنا خيرة كانت بتشتغل عند أم سلمة وتلقت عنها الكثير، وكذلك تلقت عن السيدة عائشة وروت عنها الكثير. شوفوا دي أنجبت لنا الإمام العظيم الحسن البصري، خيرة أم الحسن البصري من التابعيات الكرام اللي أخذت من السيدة عائشة وروى العلم وروت عنها كذلك. وفي صفية طبعا بنت أبي عبيد وعلقمة بن قيس وابن أبي مليكة، وجبنا رواية من رواياته، وسليمان ابن يسار، وغيرهم كتير جدا من طلاب علم أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. هي كانت مدرسة كبيرة في العلم، وكل دول وغيرهم طلابها لطلب العلم، لأنه كان في وراثة للعلم النبوي الشريف. أم المؤمنين تلقتها وروتها كذلك. أم المؤمنين السيدة عائشة روت عن النبي عليه الصلاة والسلام الكثير الطيب، و
الروايات وما حدثت به عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ده منصور وموجود في كتب الحديث المختلفة. هي رضي الله عنها من المكثرين في رواية الحديث الشريف، حتى قال عنها الإمام الذهبي: لا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقة، امرأة أعلم منها. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولها نحو 18 عاما، وقد حفظت عنه شيئا كثيرا، وعاشت بعده قريبا من 50 سنة، فأكثر الناس الأخذ منها، ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئا كثيرا. طب يعني هي نقلوا عنها كل الأحكام دي، كانت من تأليف أمنا عائشة، ولا كانت مما تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الثاني، القرآن الكريم تعلمت، والسنة المطهرة الوحي الثاني تعلمته كذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمت الأمة، حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقولة عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا قناة أون، أهلا بحضراتكم جميعا. نذكر سريعا بصفحتنا اللي بنتشرف باستقبال أسئلة حضراتكم عليها، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا. احنا بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبناخد أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة قدر الطاقة، بنحاول نجاوب على أغلبها، ويوم الأربع هو المخصص للرد على الأسئلة اللي حضراتكم بتبعتوها على الصفحة، وبتكون الإجابات أكثر استفاضة وتحقيقا، وفي نفس الوقت بنعرض يوم الأربع كتابنا كتاب قلوب عامرة. أستاذة نغم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازي حضرتك، عاملة ايه؟ أهلا بك يا أستاذة نغم. أنا أسف للإزعاج حضرتك. لا أبدا لا أبدا، تفضلي يا فندم. صلاة الاستخارة، هل بسمي حاجتي وأنا في الركوع ولا وأنا في السجود؟ حاضر، شكرا جزيلا. شكرا. في حاجة تانية، أنا متعودة منك على الأسئلة الكثيرة. معلش أنا مزنوعة في صلاة الاستخارة، الله يخليك. ادعي لي والنبي فك كربتي، الله يخليك. ربنا يفك كربك وكرب كل مكروب، الله يخليك. ربنا يفك كربك وكرب كل مكروب بسر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم آمين. ست أم آدم. يا دكتورة أهلا وسهلا. ست أم آدم، كانت يا دكتورة أنا كنت على لوحدي بعيد عن حماتي ماشي، وما كانش علاقة بيها خالص،
العربية كانت بره ورجعت فسرقتني في 100 جنيه، ماشي، وانا قاعدة لوحدي وكده، فقعدت تشتم وتغلط، وجوزي موجود وسامعها وقاعد معايا، فجوزي قال لها بلا انت شكل هي ياما هديك. بعدها راحت قايله له ايه ده بطنها واسعة، بعد كده هتروح لرجالة تعمل معاهم كذا وتجيب فلوس، وهو موجود برضو سمع الكلمة دي وما ردش عليه. في أولاد؟ اه معايا ادم طيب ايه سؤالك؟ اللي هو يعني هو شتماني وغلطة فيها وكده ليه، فانا حماية تعبان وكده بنزل له كده، فهي برضو ايه بكلمها وكده فهي بعد عني برضو، ما هي معناها اللي شتماني وغلطة فيا، فانا برضو عشان خاطر ابني وكده بكلمها عادي برضو بعد عني. طيب وانتي ما اتكلمتيش مع زوجك ليه؟ ما قلتلوش ليه يعني تحملت انها تسرقني لكن ما تاخدش في عرضك يعني؟ ما ايوه ما انا قلت اتكلمتيش له معاه؟ كده، ما اتكلمتيش ايوه معاه؟ اما طلع بقول له انت ما انت بتقول عليا 1 2 3، قال لي ريح دماغك عشان يبعد عن شكرا. المشاكل. طيب شكرا. معانا ام مصطفى. السلام عليكم يا دكتورة، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا انا وسهلا. بصلي ركعتين قبل الفجر، يعني بقول لظلمات القبر يعني ليلة وحدته كده يجوز؟ يعني انت حضرتك بتتنفلي بركعتين قبل الفجر بتستغيثي او بتستعيذي من ظلمة القبر؟ ايوه حاضر شكرا. يا الله. معانا أستاذ أشرف. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ أشرف. إزاي حضرتك دكتورة نادية؟ الحمد لله، فضل ونعمة أخي الفاضل، فضل ونعمة. دايماً يا رب، وربنا يجازيكي خير عنا في كل اللي بتعلمه من حضرتك يا رب. يا رب، اللهم آمين، جزاكم الله خيراً، اتفضل. وإياكم. حضرتك بس أول سؤال أنا عايز أسأله، أيوه، عن سؤال عن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. اتفضل. لما كان في غار ثور مع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، كان في بنتكلم دايما، حتى دي ثوابت اخذناها في المدرسه زمان، ان كان في موضوع العنكبوت والحمامه على باب الغار. تمام؟ وطبعا الموضوع ده من زمان على فكره، انا عندي 49 سنه يعني خدته في الدراسه في الابتدائي، والشيوخ يعني اتكلم في الموضوع ده، حتى سيدنا الايه؟ الشيخ مطول الشعراوي اتكلم عنه في التفسير. تمام؟ عليه رحمه الله. لكن في تمام. شيخ بيتكلم بقى بدون ذكر اسمه، لانه هو من علماء الازهر. قال لك لا، موضوع العنكبوت والحمامه مش موجود اساسا. فعايز اسال، هل الكلام ده مظبوط؟ ولو مظبوط، طب العلماء بتوع الازهر الشريف ليه ما استبعدوش الموضوع ده من زمان؟ تمام؟ واحنا كده بندي فرصه ان ناس ثانيه ملهاش في الدين تخش تتكلم وتقاوح في حاجات موجوده في الدين، في السيره النبويه بالذات. لان ده ركن الازهر. لا بص يا حاجة استاذ اشرف، بص يا استاذ اشرف، اللي عايز يطعن في السنه النبويه هيطعن من اي باب، هيقعد يفتقت، وهم الحقيقه بيفتقتوا وبيفتروا، لان هم بيعملوا ايه؟ بينتشوا من العلم كده اللي عايزينه ويقولوه. يعني ما فيش اكثر اعجازا من قضيه الاسراء والمعراج، يعني حتى لو لم تثبت صحه الروايه اللي بتقول وجود العنكبوت والمش عارف ايه، طيب ما في هناك ما هو اقوى من ذلك؟ الاسراء والمعراج اليس امرا معجزا تحار معه العقول؟ يعني انا عايز اقول لسيادتك انه الانسان اللي عايز يطعن هيطعن، اصل ده العلم كبير وبابه رحب وفي روايات وبنتحقق منها وليها طريقه معينه، انما انا عشان اتصيد حاجه وبعدين اعملها مشكله، وهناك ما هو اقوى منها. طب يعني حضرتك هل القصه دي هرد حقيقيه؟ هرد على حضرتك، لكن انا بتكلم بشكل عام عشان هيك بتقول المفترض ان هم يردوا على ده عشان هيفتح باب وما يفتحش باب. ماشي انا يا بس استاذ عشان بثق انا في راي فاهم. حضرتك، عشان كده انا قلت اسال حضرتك بالاخص. حاضر حاضر يا استاذ اشرف، في سؤال ثاني اتفضل استاذن حضرتك. اتفضل. دلوقتي يا فندم في شيوخ احلت، قال لك موضوع الاذان الواحد في صلاه الجمعه ده شيء جاهز. تمام؟ اصبحت بعض الكتاب دلوقتي اغلبيات عندنا في اسكندريه ماشيه الاذان الواحد. تمام؟ رغم ان دي برضه حاجات ثوابت اتربينا عليها، الاذانين حتى الان في التلفزيون صلاه الجمعه اذانين. دي حاجه انا مش عايز اقول لك دي بدعه، ان الشيوخ احلوها. طيب
حتى موضوع القرآن قبل صلاة الجمعة بعض المساجد في اسكندرية منعته نهائي. ما احنا ردنا ربنا عليه. لا هي امور مستحبه اذا فعلت خلاص، ما فعلتش زي مثلا قراءه القران واحنا ردينا عليها يا استاذ اشرف. الناس اللي بدعت اللي بيقرا القران قبل صلاه الجمعه، وبدعت اللي بيقرا القران قبل ما اعرفش بعد ايه، فاحنا ردينا انه الامر في هذا الامر على اطلاقه، وهرد على حضرتك تاني ولو ان احنا ردينا في قلوب عامره. استاذه صباح. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. جزاك الله كل خير يا دكتوره. ربنا يبارك فيكم ويجازيكم عنا كل خير. اتفضلي يا استاذ صباح. اللهم امين يا رب. اللهم امين. لو سمحتي كنت عايزه اسال عن فوائد شهادات البنوك. شهادات الثانويه او شهادات البريد او عائد البريد لما اكون حاطه فلوس في البوصله. العائد بتاعهم ده حلال او حرام ان انا انفص منه؟ حاضر. الشهادات بقى ربع سنوية شهرية سنوية، يعني انت عايزة مطلق هذا اللون من الاستثمار الربح بتاعه جائز حلال ولا لا؟ حاضر. معانا ست ام هيثم. ايوه اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى. الحمد لله. الحمد لله يا فندم. طيب ملخصه بسرعة كده. أنا واحدة قريبتي أو صاحبتي يعني عزيزة عليا احتاجت مبلغ معين طلبته مني، أنا معيش فلوس، معايا خاتم ذهب اديته لها، قلت لها اتصرفي فيه فوق دقتك. بعته أنا معرفش الوزن ده الخاتم ده قد إيه، ومعرفش قيمته قد إيه، لأن جايباه بقالي كام سنة ومعيش فاتورته. فهي خدته وبعته وقالت لي جاب 6700 وهديكي فلوسك اول الشهر وهجيب لك فوق زياده كمان، يعني انا هجيب لك بدل الخاتم وزياده كمان. قلت لها لا يا ستي سيبك من الكلام ده، المهم ملخصه الكلام اللي بنجامل بيه بعضنا دوت. المهم قبل ما يخلص الشهر بعتت لي 10000 جنيه. طب هو الخاتم جاب 6700، بعت لي 10 ليه؟ قالت لي لا تجيب الخاتم اللي رأي. قلت لها لا طبعا. فضلت انا وهي في نقاش بيني وبينها، انا رافضه وهي رافضه. انت رافضه، انت رافضه إيه؟ عشان الزياده. بس انت مش عارفه الخاتم كان تقريبا كام جرام، انت مش عارفه. هي انا فاكره ان تقريبا 2 جرام. وهي قالت لي، قلت لها طب انت يعني هي ادت حضرتك زياده عن القيمه المستحقه، ده اللي حضرتك عايزه تقوليه. ايوه. طيب انا رافضه اخد الفلوس الزياده دي، فانا اقترحت اقتراح، قولي لي صح ولا غلط. قلت لها انا هنزل اجيب 2 جرام زي الخاتم بالظبط وادفع فلوسه، واللي يفيد من 10 هجيبهم لك. هي رافضه. طيب وانا حاضر. مش عايزه اخد الفلوس دي، فقولي لي ايه اللي اعمله. حاضر 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 يا ست ام هيثم، ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى انه يعيننا. مرحبا بحضراتكم من جديد. بالنسبه للست نغم بتسال عن صلاه الاستخاره، بتقول يعني ان هي تسمي الحاجه بتاعتها في الدعاء صلاه الاستخاره، بيكون فيها الدعاء بعد ما بصلي، يعني بعد ما بصلي الركعتين وكده ببتدي ان انا اتوجه الى الله سبحانه وتعالى بعد الفراغ من صلاه ركعتي الاستخاره، اتوجه الى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء، ونعم اسمي الشيء الذي استخير في امره. اللهم ان كان هذا الامر، اقول بقى الحاجه اللي انا بستخير، اروح كذا، اعمل كذا، اشتغل في المكان الفلاني، اقبل على كذا، اقوله خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري وعاجل امري واجلي وهكذا. اللهم ان كان هذا الامر، وأقول الحاجة اللي بستخير عليها، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وأجلي كذا، إلى نهاية يعني الدعاء الشريف الوارد. وطبعا صلاة الاستخارة هي معناها أنها دعاء استعانة، الإنسان بياخد بكل الأسباب ويدعو الله سبحانه وتعالى أنه يهيئ له من أمره رشدا. بالنسبة للست أم آدم اللي حمتها يعني بتفتقت عليها بكلام، بتتبلى عليها بالكلام، طبعا انها توصل لما سألت العرض
فده طبعا أمر لا يجوز. وإذا كان الحال زي ما حضرتك وصفتي كده في السؤال هي آثمة واسمها كبير. لكن مش عايزاكي تزعلي من الزوج، مش عشان إن اللي بيعمله، طبعا ما فيش أي امرأة زوجة عفيفة كريمة هتقبل إنه حماتها تقول عليها كلام زي كده، ما يصحش يعني. لكن أنا أنصح بالحكمة والصبر وإحنا بنتعامل، ونقلل التعامل معاه، يكون في حدود ضيقة ويكون على قدر الضرورة، وتفهمي زوجك هذا الكلام. زوجك أدرى بيهم، ليه أنا بقولك ما تزعليش منه؟ لأنه يبدو أنه هو أدرى بأمي، يمكن هي لسانها طويل غلاطة ما بتست يعني لا تهاب لما تقذف أي إنسان بكلام زي كده، في ناس كده، فهو أدرى بها. لذلك أنا عايزة أنك أنت تقللي التعامل وتدعي رب العالمين سبحانه وتعالى بصلاح الأحوال. وفي نفس الوقت ما فيش مانع أن أنا أقول للزوج أن أنا في ضيق أن أنا بيتقلي مثل هذا الكلام. أنت لما تبقى مع والدتك توجه ليها أنه هذا الكلام لا يليق، إحنا في بين ابن، ما ينفعش مثل هذا الكلام أنه يتقال عليا. وإن أنا سكت عشان خاطر خايفة على ابني، خايفة على علاقتنا، فده من باب الصبر الجميل وليس من باب الرضا بمثل هذا الكلام. أنت تتكلمي معاه بهذه الصورة، لكن هو واضح جدا أن زوجك عارف أنها غلطة، بتغلط من النوع اللي بيغلط. ونوجه لمثل هذه الأم وهذه الأم وغيرها اللي سهل عليه يغلط في أعراض الناس. النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة بتاعته في خطبة الوداع أكد على حرمة المؤمن على المؤمن، دمه وماله، مش الدم بس، الدم والمال والعرض. والإنسان ما يغلطش في أخيه الإنسان في وجه عام، وما يغلطش في حق أخيه المؤمن على وجه الخصوص، عشان الناس تعيش في سلام. التصرفات دي ما تعملش سلام، التصرفات دي ما تعملش هدوء في العلاقات الإنسانية. التصرفات دي يطلع الصبي الصغير ده يسمع جدته بتشتم أمه أقبح الشتائم. تتكلمي مع الزوج بهدوء من غير شجار، من غير مشكلات، لأنه واضح أنه هو على دراية بأمي، وبرضه هو مش عايز يعني يبين لك، مش هيقدر يقول لك كده حتى لو أنت بتشوفي كده. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. هذا القبح في التعامل الإنساني صورة غير إنسانية وغير لائقة ولا تؤدي إلى استقرار البيوت. ست أم مصطفى بتصلي ركعتين قبل الفجر لأنها تخشى ظلمة القبر. يعني هي من باب الصلاة أنت بتتنفلي، بتتطوعي بصلاة من الليل، وبتستعيذي بالله سبحانه وتعالى من ظلمة القبر. مطلقا ما تصنعينه أمر جائز، ما فيش مشكلة وربنا يتقبل، والأولى كذلك أن نستعذ بالله سبحانه وتعالى من نار جهنم كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نستعذ بالله من نار جهنم، ويكون ده في دعائنا، لأنه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا ورقابكم من النيران، اللهم أمين يا رب العالمين. الأستاذ أشرف بيتكلم عن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، والقصة بتاعت غار ثور، وإنه كانت في الحمامة التي قصة العنكبوت والحمامتين يعني في الهجرة المشرفة. الحقيقة أنه هذه المروية، حضرتك سألت سؤال واضح وصريح في أنه هذه المروية صحيحة ولا مش صحيحة. الحقيقة أنه صححها جماعة من كبار المحدثين، الناس المتخصصين في علم أصول الحديث، صححوا هذه القصة، يعني تتبعوا الروايات دي وشافوا مين اللي رواها، واشتغلوا على السند بتاعها فلان عن فلان، واشتغلوا كذلك على المتن عشان يفهموا هذا الأمر، وجدوا أنها حسنة مقبولة من هؤلاء الإمام الحافظ ابن كثير والإمام الحافظ ابن حجر. والخلاصة أنه هذه القصة من نسج العنكبوت على الغار ووقوف الحمامتين على باب في حادثة الهجرة الشريفة، نعم هي قصة ثابتة، ولذلك إحنا خدناها في صغارنا في قصة السيرة وقصة هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاءت بروايات صحيحة من طرق كثيرة جدا في كتب السنة والسيرة، ولا مطعن على الحقيقة المضامين الواردة فيها. وإن جاءت من بعض الطرق فيها كلام فللعلماء أقوال فيها، لكن المشتهر والذي حققه أهل العلم إن الرواية مقبولة ليس فيها مطعن.
هم بقى ساعات يقول لك يعني بالمنطق بالعقل، الجماعه بقى الوجودين الماديين، ازاي يعني جت الحمامه وازاي جت حمامتين وجاء عنكبوت ونسج؟ ده سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، رسول الله للعالمين، ازاي برضو ما انكروا قصه الاسراء والمعراج؟ فمثل هؤلاء فكرة الغيب بالنسبة لهم، فكرة الأمور الخوارق ما بتبقاش مقبولة، هو رافض للخوارق وبالتالي بيرفض الغيب، وبعد شوية يرفض وجود ربنا سبحانه وتعالى. كل ده يعني كل ما يثار أثاره قبل ذلك بعض من المستشرقين، ودول بيجوا يعني كالببغاء يعيد نفس الكلام مرة تانية عشان يجد نفسه أو ليجد لنفسه مكانا مدعيا أنه من أهل العلم، وليس بذلك. العلم ده بحر كبير لابد فيه من التخصص والدراسة والمتابعة، وبعد الواحد ما بيتخصص ويدرس وياخد ماجستير وياخد دكتوراه إن كان من أهل العلم حقا يرى أنه لا يعلم شيئا. شو بعد كل ده على يعلم شيئا؟ يعني بيسعى لمزيد من طلب العلم، مش ما تعلمش حاجة وطالع يتكلم يقولك أصل في روايات كذا، ما في عمل لأهل الحديث في الحديث، ابتدوا يشوفوا الرواية دي ويتتبعوها ويشتغلوا عليها يحققوها علميا. تيجي تكلمهم عن التحقيق هو مش عايزك تقوله الكلام العلمي البحثي اللي بيقوم بيه أهل البحث، عايز تقول كلام على هواه هو. نسأل الله السلامة. معنا وقت ولا؟ طيب بس سريعا يا أستاذ أشرف، حضرتك كنت برضو بتتكلم عن فكرة إن الأذانين وصلاة الجمعة والقرآن اللي قبلها يعني جرى عمل المسلمين من على ذلك من لدن الصحابة، فما فيش إنكار على ده يا أستاذ أشرف، يعني ما تاخدش الأمور في أمور كده مستحبات، في أمور المسلمين بيقدموها بعدين يجي يأخروا عنها، كلها من باب المستحبات التي لا تؤثر على صحة الصلاة في شيء. كمان كذلك قصة قراءة القرآن الكريم زي ما قلنا هي من باب المستحبات، إنه البعض يحب يشغل القرآن قبل الصلاة سواء كان المؤمنون في بيوتهم أو بيقروا قرآن أو بيتشغل في المساجد أو لو إحنا ما سمعناهوش قبل صلاة الجمعة، كل ده من باب المستحبات اللي هي مدرجة تحت الأمر العام بتلاوة القرآن الكريم دون تحديد للزمان والمكان. يا أخي الفاضل نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أستاذ الصباح، فوائد شهادات الاستثمار إحنا قلناها كتير ونؤكد بأنه يجوز الانتفاع بها بناء على توصيف وظيفة البنك اللي اتكلمنا فيها أكتر من مرة، وهيدخل برضو مكتب البريد لأنه الفرد بيتعامل فيها مع مؤسسة اللي هي الدولة، يبقى الفرد من فقه الفرد والأمة، هو بيتعامل بيحط فلوسه بيستثمرها في فائدة مشتركة من إيداعات المواطنين في البنوك في مكاتب البريد، بتنشط مع عجلة الاقتصاد في نفس الوقت هو بيستثمر الفلوس بتاعته، وهذه العلاقة ليست قرض ولا إقراض إنما هي إيداع لهذا المال، استثمار لهذا المال، وفوائد مشتركة قلنا بعض منها صاحبة السؤال تستطيعي الاستفادة منها. ست أم هيثم، القريبة اللي استلفت من حضرتك الخاتم الذهب وباعته وردت ليكي بزيادة، انت ما اشترطتيش الزيادة، هو الأصل رد الدين بمثله، خدت 2 جرام ارجحهم 2 جرام ده الأصل. طيب لو أنا اللي استلفت منه ده حبيت أديله شيء، أديله هدية مني أنا، محدش صاحب الدين ما اشترطش علي حاجة، لو كان ما زادت هذه القريبة اللي انت سلفتيها الخاتم الذهب من قبيل الهدية فما فيش شيء، لا شيء فيها على حضرتك من بهذا الاعتبار، يعني لا شيء في هذا القدر الزائد ويمكنك أن تقبلينه يا ست أم هيثم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه يا مولانا في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم،
وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن تدفع عنا يا مولانا كل الفتن والآفات، وأن تقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.